بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبياء المرسلين وجميع الشهداء والصديقين فيما تقتدي وتروح، عليك يا ابن أمير المؤمنين. لا يمكن لنا أن نحيط بأسرار كربلاء بأجمعها. فعلا أيها الأحبة، كربلاء منجم فكري ومعرفي فيه آلاف الأسرار، ما يمكن أن تحل ألغاز كربلاء بسهولة. ولذلك كربلاء تبقي أو تبقى تثري المجتمع بما يريد. إن أراد المجتمع إصلاحا فكربلاء ينبوع الإصلاح الحسيني على مستوى إصلاح الفرد ومن ثم إصلاح المجتمع. إن أراد الإنسان من كربلاء روحانية وإيمانا وعشقا حسينيا، هذا كله سيترجم عن طريق الوقوف عند معالم شخصيات كربلاء. لا يمكن لي اليوم أن أتكلم عن كربلاء وأنا أهمش أو أغفل أو أتناسى دور قائد الجيش أبدا. مع العلم هذا قائد الجيش عزيزي، أنا صار سنوات أبحث في القضية الحسينية، للأسف رفعوا كل بطولاته. كلنا نعتقد والمؤرخ يقطع ويجزم بأن العباس حامل اللواء، هذا ثابت، حامل اللواء، قال أخي أنت حامل لوائي، والعباس قائد العسكر، بل قال بكلام عجيب، قال أخي أنت مجمع عسكري ومجمع عدتي، فإذا قتلت تفرق عسكري. مجمع العسكر هو العباس، مجمع العدة هو أبو الفضل. أيها المؤرخون، أين بطولات العباس؟ العباس رفعت كل بطولاته، مو فقط في كربلاء، لا، طوال 175 يوم وأكثر، اللي هي مدة عمر النهضة الحسينية، القضى 5 أيام في الطريق من المدينة إلى مكة، وقضانا 125 يوم في مكة، و24 يوم في الطريق، و8 أيام في كربلاء واستشهد. أكثر من 175 يوم مدة عمر النهضة الحسينية. رفع ملف العباس تماما، لم يشر إلى بطولاته، إلى حسن قيادته، إلى حسن إدارته للموكب. هذا موكب الركب الحسيني، عدد كبير يقوده العباس سلام الله عليه، هو خادم صغير لأخيه أبي عبد الله الحسين، هو يتكفل بقضاء كل حوائجه. بعد هو رجل الأمن الأول، عندما يريد الحسين أن يحل في مكان حتما أبو الفضل العباس يذهب أمامه، يمشط الطريق، يهيئ الطريق أمنيا كي ينزل الحسين وعائلة الحسين بأمن وأمان. عندما ينام الحسين أبو الفضل لا تنام عينه أبدا، يبقى في الحراسة. هذه أدوار ما سلطت حتى من وصلنا لكربلاء. أين أبو الفضل؟ أعتقد بأن الحسين أخره للمواجهة العظمى، ولذلك أنا أقول لازم أن نقرأ التاريخ من أكثر من مصدر. العلامة النعمان المغربي الذي كان سنيا ثم تشيع وهو قاضي كبير من القضاة في القرن الرابع الهجري، عنده كتاب اسمه شرح الأخبار. عزيزي ينقل قضية قتل العباس بغير ما ينقل المؤرخ الطبري، يقول هو أصلا إن الحسين والعباس نزلا يقاتلان سوية. نعم أكو مهمة فرعية أخرى مع القتال اسمها مهمة جلب الماء، أنا لا أنكر أبدا إن العباس استشهد وهو يريد أن يجلب الماء لعيالات أبي عبد الله ولمن بقي في مخيمه، هذه ثابت عقيدتي، لكن المهمة أصلا قتالية مو مدنية. أنت تتصور أبو الفضل العباس خرج بملابس مدنية مثلا؟ لا، أبو الفضل خرج بملابس عسكر ومهمته قتالية، والحسين قسم الأدوار، قال للجيش موجودين انقسم قسمين، وموقع التقائنا وين؟ عند المشرعة المقدسة. وبالفعل ماذا يشير النعمان المغربي القاضي النعمان في شرح الأخبار؟ يقول إن عمر بن سعد أمر بقرار عسكري عجيب لحظتها. ما هو القرار العسكري؟ قال أمر، قال إحنا الآن سوية حسين وعباس ما نقدر، لأن اثنين يمثلون علي بالجيش، هذا جيش ما يحتمل بعد، ما يستطيع أن يصبر أمامه. الحل شنو؟ ما هو الحل؟ الحل قال اقتطعوا أبي الفضل عن أخيه. شوف القرار،
الإجراء، يعني سويتين يقاتلون من جهتين من الميمنة واليسر، ما تصمد أمامهم شيء. أنت في 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 حساباتك أنه تستطيع جهة أن تصمد وتصبر وتقاوم أمام الشهاب الثاقب اللي اسمه الحسين، أمام صاعقة القتال اللي اسمها أبداً أبداً. زين، كيف وإن العباس تلميذ الحسين في كل تفاصيل الحال، الكتائب كانت تنهزم. الحل قال اقتطعوا أبي الفضل، تكاثروا عليه، تكاثروا على أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. فشاهدي ترى مهمة العباس مو فقط جلب الماء، وإن كان جلب الماء مهمة شريفة جدا، والعباس ليش أخذها من أبو علي؟ علي ساقي الحوض في الآخرة، ساقي الجيش في معركة الصفين، هو سقاهم سلام الله عليه. قال رووا السيوف من الماء تروا، أو رووا السيوف من الدماء تروا من الماء. قالوا تصورون كل عقلكم معاوية يعطيكم ماي؟ مستحيل، أنت بسيفك روح جيب ماي. هذا اللي سوى الحسين يوم عاشوراء أخواني. الحسين أكو رواية أنه طلب الماء من الأعداء، لكن للحجة، مو لأن الحسين مو ما له قدرة يجيب الماء، لا، هو ذهب لكي يأتي بالماء. وعندنا رواية وصل للماء بعد مقتل أبي الفضل وناداه منادي أنه يا حسين أتلتذ بالماء وقد انتهكت أو انتهكت حرمك. فمهمة العباس قتالية بضمنها أن يأتي بالماء. هنا إخواني صح ما وصلنا من تاريخ العباسية، لكن هاللقطات أنا أعتقد أنها تغني وتكفي. لما؟ لأنها أفرزت لنا إخواني أحبتي خدام الحسين، أفرزت لنا العباس الإنسان. هذا ترى هو محور ثورة الحسين. لما خرج الحسين على يزيد؟ لأن يزيد يقتل الإنسانية. لما خرج الحسين على يزيد؟ لأن يزيد يستهتر بمنظومة القيم. لما خرج الحسين على يزيد؟ لأن يزيد استعبد الناس. لما خرج الحسين على يزيد؟ لأن يزيد شيطان يريد أن يذل عباد الرحمة. يوم عاشوراء ظهر صفحة جميلة، كم كان العباس جميلا صلوات الله عليه. اقرأ في التاريخ، أنا قرأت لبعض العلماء وهذا يقين بي إن العباس لقب بقمر بن هاشم لأنه كان إذا خرج في الليلة الظلماء لا يحتاج إلى مصباح. ترى هاي مو جديدة مولانا، ارجعوا حتى النبي، هاي ترى هو هذا جمال النبي الظاهري. يقول كانوا يهتدون إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا، يهتدون إلى النبي نهارا من عطرة اللي يخليه نبي يهتم بقضايا العطر جدا، وليلا يهتمون أو يهتدون لوجود النبي عن طريق نور وجهه، نور مادي. تصور أنت مادي، ولذلك عائشة تعترف، عائشة هذا نص صاحبي أخبار الدول القرمان ينقل نص عائشة تقول كنا ننظم الأبرة، الخيط في الأبرة في الليلة الظلماء على نور وجه فاطمة عليه السلام. نور نور مادي مادي من الزهراء يطلع، بحيث يضعون الخيط في الأبرة وتشوف عائشة على نور وجه فاطمة، هم أنوارهم معروفة. علي عليه السلام أبو الأسود يقول إذا نظرت إلى وجه أبي حسين رأيت البدر راع الناظر. علي بالضبط كالقمر الطالع، فعلا يرون نور علي. والحسين اللي يزيد عليه لعائن الله قال ما رأيت بمثله جمالا، أسارير النور اللي تطلع من الحسين على الرغم دماء في ده روحي، على الرغم رماد على وجه، بعد تفاصيل. لاحظوا هاي القضية، خلينا مع نور وجه الحسين اللي كان عند أبي الفضل صلواته، أيضا كان أبو الفضل وليس حول قمر بن نور، مو فقط نور معنى وتصور، مو لأن جميل، لا لا، أنوار مادية تخرج من وجه أبي الفضل العباس فتحيل الليلة الظلماء، كان يهتدي إلى مصباح يضيء له الطريق. أترككم برعاية العباس ونعود بعد فاصل قصير.
السلام عليك يا سيد الماء يا أبا الفضل العباس. فالعباس عرف بنور وجهه صلوات الله وسلامه، فهو قمر كربلاء بلا منازع. نرجع للأوامر اللي أمر بها عمر بن سعد بأن يقتطعوا أبي الفضل عن أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا قرأت في بعض النصوص أنه لحظة النزول الحسين عليه السلام طلب من أبي الفضل أن يرفع شعار، فالحسين عندما نزل يقاتل كان ينادي أنا ابن النبي المصطفى، وقال أنت يا أبي الفضل نادي أنا ابن علي المرتضى. ما دام الحسين يسمع صوت أبي الفضل سلام الله عليه كان الحسين مطمئن القلب إن قطعة منه وهو العباس عليه السلام لا زالت حية، لا زالت موجودة. في خضم تلك المعركة آلاف الجنود، الحسين ينزل فيهم كالصاعقة كالبركان، بدأ يخف ويقل صوت أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وصل إلى المشرعة. هنا قلنا تظهر إنسانية العباس. أخواني، إنسانية العباس، أنا ذات يوم طلبوني شاهد في بعض المحاكم على قضية صارت لبعض الجيران. أثناء ما ذهبت لإدلاء شهادتي رأيت بعض القضايا عند القاضي. أتوا بإثنين، أخ اعتدى على أخيه ومن ثم اشتكى عليه من أجل أن يدخل في قضية فيما بعد يسجن عليها أو يعدم. التفتت له قلت له أنت مو كنت تحضر أيام العباس ليلة العباس وتلطم على صدرك وتنادي يا عباس جيب الماي لسكينة؟ قال إيه والله. قلت له زين ليش ما تعلمت هذا الخلق؟ أكو واحد يؤذي أخوه بعدين يقدم عليه دعوة باطلة افتراء يدي وصل إلى مقصلة الإعدام، عن أي أخوة تتكلم أنت؟ هاي أخوة العباس، هاي الإنسانية اللي ظهرت عند أبي الفضل كون تتجسد في كل تفاصيل حياتك. فعلا أنا أتعلم من أبي الفضل كيف يعني أملأ وجودي بإنسانية برحمة وجود. ولا شنو هالمثل اللي عند أبي الفضل اللي يحس ببرد الماء في دهر روحي ثم يرمي ذلك الماء؟ طبعا يرمي ليش؟ أخلاقيا هو جائز له فقيا أن يشرب لأن عطشان، لكن يخاطب نفسه أتشربين بارد المعين؟ والله أو تالله ما هذا فعال دي أبدا. الدين اللي عند أبي الفضل العباس لا يجيز له أن يتلذذ ببرودة الماء، مو يشرب، لا، هو أحس ببرد الماء. الدين اللي عند أبي الفضل العباس لا يجيز له، ليش أقول أنا ماذا تعلمنا من عباس، أن يحس ببرد ماء وهنالك أطفال عطشا وهنالك إمام معصوم مفترض الطاعة يحس بالعطش. ما في دينه لا يجوز، مو أنه بيشرب. ويأتيك واحد مثلي يدعي حب العباس يظلم أخوه يأذي جاره يأذي الناس، لا لا، يراد إعادة خارطة أعمالنا لكي تتطابق مع سلوكياتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هاي السلوكيات مطلوبة، لأن مرات أنا بس أعيش بأجواء المصيبة بدون ما ألتفت إلى هذه المثل. هذه المثل أحد الخطباء ينقل يقول أنا ذات مرة كنت أقرأ في بعض دول الخليج، كان ليلة العباس صلوات الله وسلامه عليه، فأجرت سيارة أجرة من بيت اللي أسكن فيه إلى المأتم. أثناء الطريق السائق قال لي هذه ليلة العباس؟ قلت إيه. قال أنا أحدثك عن نفسي باختصار، أنا رجل من أهل السنة ما لي دخل بالشيعة، لكن يا عزيزي ترى غيرني العباس، أنا كنت إنسان خارج عن الطريق الإلهي أرتكب الموبقات المحرمات وأجهر، لكن ذات مرة أوصلت رجل دين مثلك إلى حسينية للشيعة كانت موجودة، وسمعت الخطيب يقرأ عن يدي أبي الفضل العباس ينادي والله إن قطعتم يميني، هاي الرجز المعروف لأبي الفضل، إني أحامي أبدا عن ديني أبدا. فيقول أنا لزمت إيدي لزمت كفي، قلت واحجبا أبو الفضل وفضل
وسط 4000 مقاتل يقطعون إيده، ما يفكر بعياله وأولاده، ولا يفكر بأمه، ولا يفكر بأي إنسان. يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. الدين يقول أنا اللي فهمته من العباس، الدين أغلى من اليد وأغلى من العين وأغلى من الروح وأغلى من الوجود. فقلت إذا العباس يعطي دينه ورأسه وعينه من أجل الدين، أنا لماذا أخالف الدين؟ منذ ذلك اليوم عاهدت الله وأبي الفضل العباس أن أسير على دينه. هاي مثل إخواني، هاي المثل كون إحنا موجودة فينا، موجودة، لأن هذا الذي قدمه العباس مو فرد شيء هي. أنا بعض الروايات اللي أنقلها على المنبر تهزني، من ضمنها هذه القصة. أحد خطباء كربلاء يقول ذات يوم تشرفت، أنا لو ما قصة واقعية ما أنقل رؤية على المنبر، تشرفت برؤيا سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها في عالم منام، وهي تقول لي شيخنا جزاك الله خير أنت خادم ولد الحسين، لكن أنا عندي سؤال إليك. يقول أنا ما رأيت الزهراء، فقط سمعت صوتها، لكن الهاجس أخبرني أو الشخص المخفي، إحنا كنا نمر برؤية أكو إنسان تسمع صوت لا ترى شخص، هذا الصوت يخبرني إنها الزهرة عليه السلام. قالت لكن أنا عندي سؤال. قلت تفضلي سيدتي. قالت أنت لما لم تذكر مصيبة ولد العباس؟ الله أكبر. قلت سيدتي أنت تدرين أنا منذ نعومة أظفاري أرتقي المنبر وأذكر مصيبة العباس؟ قالت لا، للعباس مصيبة لم تنتبه لها أنت ولا غيرك. قلت وعجبا أبو فاضل، يا مصيبة راحت عن بالي. قالت أنا أسألك وأنت جيبني أجبني. قلت تفضلي سيدتي. قالت إن الفارس على فرسه إذا سقط من على الفرس إلى الأرض، لأن يعني عندنا بالإجماع أن العباس ضربوه بعمود على رأسه عمد الحديد خسف القمر، من ضربة العمود وبعدين رموه برمح على ظهره برمح على صدره، قتيل الرماح يسمونه، وفيما بعد بعمود الحديد رموه من أعلى الفرس إلى الأرض. هاي ثابتة عندنا، ما يراد لها استدلال. قالت له أيها الخادم الحسيني الخطيب، إن الفارس إذا وقع من فرسه بما يتلقى الأرض؟ قلت سيدتي يتلقى الأرض بذراعيه وكفيه. قالت ومصيبته وإذا كان العباس لا يملك كفين ذراعين؟ قلت سيدتي سيتلقى الأرض برأسه، يقع على رأسه. قالت وإذا الرأس مضروب بالعمود؟ قلت يتلقى الأرض بوجهه. قالت ومصيبته كيف وعين العباس واحدة فيها سهام والأخرى فيها دم؟ قالت لأ أنت تحس بمعاناة أبو فاضل لما سقط إلى الأرض؟ قلت سيدتي على أقل تقدير يتلقى الأرض بصدره. قالت وإذا صدر أصبح كالشجرة من مقدار الرماح. أيوا مصاب أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ولذلك الله يرحم ابن نصار رحمة الله عليه، أنا أختم بهالأبيات ما أقرأنا لا أسمع، يصف حال الحسين بهالوصف العجيب، أنا أحب التراث دائما. يصف حال الحسين هكذا، الله يبعد عنكم الأحزان، مرات واحد من يشوف منظر مصرع أخوه ابنه في حادث حقيقة يذهل. شو يقول؟ يقول تخوصر يا معضيدة وصاح ويلي تخوصر. شايف الحركة يسوي الإنسان بدون شعور، يا شمس بنهاري وبدر ليلي أبو فاضل يا خي كسرت حالي وطود الصبر من بعدك تهدم. أيوا مصيبته السلام عليك يا حامل اللواء. إن شاء الله هذه الدموع في صحيفة أعمالنا. اللهم ثبتنا على حب أبي الفضل العباس، أنلنا شفاعته، أقضي حوائجنا حوائج المستمعين،
ببركة أبي الفضل، والسلام عليكم ورحمة الله.